زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ظهر اليوم معرض دبي الدولي للسيارات الذي ينظمه ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى 5 أيام. وقد جال سموه يرافقه سعادة خليفة سعد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة هلال سعيد المري رئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي على مختلف قطاعات وأروقة المعرض الذي يعد من الأحداث والفعاليات الهامة في الدولة ويشكل نقطة جذب للسياح العرب والأجانب والمقيمين على أرض الدولة خاصة من فئة الشباب. وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال جولته عند بعض منصات العرض التي تضم أحدث السيارات القديمة والحديثة وشاهد سموه أنواع وطرازا جديدا لم تعرض على مستوى المنطقة من قبل وهي موديلات عصرية تتميز بتقنيات عالمية إلى جانب السيارات الكلاسيكية التي تستقطب عشاق هذا النوع من السيارات غالية الثمن والتي يصل ثمن بعضها نحو 2 مليون يورو. وأبدى سموه إعجابه بتطور المعرض عاما بعد عام ووصفه بأنه من المعارض التجارية والسياحية الرئيسية التي تستضيفها دولة الإمارات وما زالت تلقى اهتماما ورواجا واسعا في أواسط جيل الشباب ورجال الأعمال وغيرهم من فئات المجتمع. كما أن المعرض يشكل عاملا مهما من عوامل دعم صناعة السياحة في بلادنا حيث يزوره كل عام 10,000 الناس من دول المنطقة وشمال أفريقيا والشرق الأوسط عموما. وكان سموه طوال جولته محل ترحيب من العارضين والزائرين وكان سموه يبادلهم التحية بمثلها وتمنى لهم إقامة طيبة وسعيدة في رحاب مدينة دبي.